إنه منزل اللواء أشرف ريف الكائن في المبنى المقابل لمسجد السلام في طرابلس، والذي استهدف بتفجير إرهابي. اللواء ريفي وبعد دقائق من وقوع التفجيرين خرج ببيان أدان فيه الجريمتين، مطمئنا اللبنانيين إلى أنه وجميع أفراد عائلته بخير. بكل أسف بقرار لبعض اللبنانيين فتحنا فجوات أمام لهيب المنطقة لا تدخل على لبنان. نصحنا قبل أشهر عديدة أنه نحن بهالخطوات اللي عملتوها حتجلبوا المصايب للبلد. بكل أسف أهلنا بالضاحية دفعوا ثمن غالي جدا، أهلنا بطرابلس اليوم دفعوا ثمن غالي جدا. يوم من رويس كان يوم أسود، يوم بطرابلس يوم أسود. يجب أن نضع حد لهذه الأيام السوداء بقرار ذاتي منا. نعرف كيف العلاج، إنما يجب أن نأخذ القرار. بكل أسف حكومتنا ادعت أنه هي أخذت سياسة نائي بالنفس، بعض أطرافها أو أغلب أطرافها بكل أسف حقيقة أخذوا البلد على مغامرة أقليمية أكبر من قدرة البلد على التحمل. فتحنا أبواب اللهيب، أبواب جهنم على البلد. المعلومات الأولية بتفيد أنه في سيارتين فخختين وضعت أمام مدخلين لجامعين أثناء تأدية صلاة الجمعة اللي هو يوم مقدس عند المسلمين. بكل أسف الإرهابي لم يكن عنده حد الأدنى من احترام قداسة هذا اليوم، من احترام قداسة الصلاة. اللواء ريفي دعا أبناء المدينة إلى التكاتف والتصدي للفتنة التي يحيكها أعداؤهم.